الآن وهم يحاولون، لأن يعتقدون يعرفون تماما الرعاية السكنية مشروعات مشروعات عملاقة بكل المقاييس طبعا، لأن الناس تأخرت وايد، حكومة تعمدت ما تنفذ القانون، قانون أو قوانين الحقيقة الرعاية السكنية هي أكثر القوانين اللي كانت تحت المراجعة بشكل مستمر. لذلك أول قانون صدر 47 لسنة 93 اللي حدد لهم 5 سنوات، ترى مصدر المجلس مهم، لما ما التزموا بال5 سنوات صدرنا القانون الثاني، وهذا اللي أزعجهم تمام، القانون 27 سنة 95 اللي قلنا طيب ما تقدرون، مطلوب منكم شيء واحد، الدولة هي المحتكر الأكبر الأرض، الأرض الكويت كلها يمكن المستغل من الأرض ما يتجاوز 5 إلى 6%، 95 أو 94% كلها عند الدولة، وفروا أراضي واستصلحوا فقط، أعطوا الناس خسائمها. واحد، أنا قلت قبل مرة، واحد وزير واحد هي أدرك بالفعل أن القضية ممكن تنتهي بهذا الشكل، جاسم العون، وطرح ثلاث كل اللي عنده 11,000 فرع سكنية طرحهم 10 عقود وقعها في وقت واحد، وقال حق اللي عنده، وأنا حضرت في اجتماع اللجنة السكنية لما كان يرأس الأخ، كان رئيس المجلس الأخ قنام الجمهور، حضرت اجتماع جاسم العون كان يقول حق موظفينه أنا أريد أنجز سنويا 20,000 فرع سكنية، بعضهم الظهر كان قايل، قال واللي ما يقدر لا يقعد، أنا أجيب ناس يقدرون. لذلك لما شافوا أنه وبالفعل 11,000 وحدة سكنية وقع عليها، اللي 11,000 وحدة سكنية اللي حالي عبد الله مبارك وغيروان وسعد عبد الله، لما شافوه أنه بالفعل راح ينجز القضية الإسكانية، راح يستصلح أراضي، راح يضغط، حتى قلنا له إذا عرقلوك الدفاع النفط أو النفط أو البلدية انقل الأمر لمجلس، انقل لمجلس الوزراء ولا أخلي طرف ياخذني. لما شافه صادق صادق، لما انحل المجلس في 99، هذا الكلام كان 98 99، لما انحل المجلس 99 طيارة جاسم العون، ما يبون قضية تنحل. خل أقول لك الآن المهزلة اللي صارت، هذا كلام أنا حطيته على موقعي فقط لأنه في القضية الإسكانية. أنا أول وأنا كنت أتبع على تويتر الأخبار اللي كانت تأتي من جلسة الإسكان، ولما قريت شو اللي قاله وزير الإسكان أنه أحد ما يقرر العقلنا هو القانون، قال القانون 40 سنة 2010 اللي مال الشركات، وأنه يجب أن يلقى، رديت أنا عليه على طول، أو القانون 50 رديت عليه على طول، وقلت لا أتحداك القانون هذا، ما القانون أصلا شفاف إلى أبعد الحدود، لكن هذا ما يعجب بعض الاطراف، ما يعجب اللي يبون الاراضي، ما يعجب اللي يبون العمليه تتحول لمناغصات، لان هذا في شفافيه عاليه يرتب على الجهه المعنيه. وهاول العلم لما وضعنا التعديل يتكلم عليها هو، واللي مات مدن سكنيه جونا المؤسسه الرعايه السكنيه وعملوا دراسه الجدوى لما شافوا بالفعل جديه، وحددوا ايضا 12 بديل، وقلنا وقالوا كانوا يقولون واحد من البدائل هو افضلها، قلنا توكل على الله. لما قالوا بس تحتاج الى تعديل عملنا التعديل، والتعديل ما امكن قرار المجلس، لكن قبل بعد ما ابطل مجلسنا مجلس 2012 جاني وزير الاسكان لما كان وزير الاسكان بالنيابه انا الصالح، وقلت له عن التقرير واخذه، وبالفعل صدر التعديل. لكن شو اللي سووه؟ بالاضافه الى التعديل حطوا نص كل المجالس كنا تصديناها وقيناها، حطوا نص عشان يسلمون اراضي الدوله للي بينهبونها، حطوا نص فقره اضافيه، الفقره زعل الماده 27 من القانون 47 سنه 93. شو يقول هذا النص؟ انه يمكن لمؤسسه الرعايه السكنيه بالاتفاق مع البلديه انها تسلم بالشركات المتخصصه، يسوون شركات بروحهم، هذه الاراضي وهذول يبيعونهم على المواطنين وفق لارباحهم يحددون هذول. هل يحددونها الشركات؟ يحددها الشركات بالاتفاق مع مؤسسه. ايه. لكن هل اعطيك مثلا الان. انا بعد ما خلص الوزير، طيب رديت عليه ولا بتكلم؟ بعدين حطيت تغريده. قبل يومين. قلت في التغريده هذه عن 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 عن, عن مهزله.
خطة مهزلة وسنامها آمال. قلت مهزلة خطة الحكومة الإسكانية وسنامها آمال. تبي أقول لك ليش قلت سنامها آمال؟ نعم. تبي تعرف الناس أولا شنو آمال؟ آمال أبو عبد العزيز. آمال هذه عبارة عن فكرة طالحة بنك التسويف الادخار. هو يقول أن هذا مصادر طبعا كان مو صحيح. هو يختص نعم من حقه الشركات شركات عقارية شركات تختص في الجانب في العقارية جانب الإسكان، لكن لتحقيق أقراضه، ومو من أغراضه هو يتحول إلى طريق الرعاية السكنية. مع ذلك خلنا نقول شنو أمال يبونها في مجموعة من القسائم في القطعتين 3 و4 في خيطان، وهذه سبق تعدنا من الحقيقة العديد من الأخوة الأعضاء سواء كانوا من دار 3 أو غيره، ورأوا أنه هذه القطعتين 3 و4 تخصص قسائمها أو معظمها لمجموعة بالذات للقطعة 10. هنا كنا حاطين معها القطعة 5. القطعة 10 في خيطان فيها بيوت التركيب لا تصلح للسكن، أنا زاير العديد منها بدعوة لا تصلح للسكن. فقلنا يا معودين هذول ثمنوها، يمكن تثمينهم، وبعد تثمينهم وإعادة تنظيمهم بيعونهم أكثر من قيمتهم، وخلوا ناس عطوهم اللي عنده 400 300 متر فوق تعطيه 400، اللي عنده أعلى من 750 فوق تعطيه 200. عطلت الحكومة أيوه المقترحات هاي تمت الموافقة عليها في اللجان المختلفة بالذات شؤون الإسكان، ولما جت المجلس الحكومة رفضت. لكن أقول لك شو اللي بيسوونه حاليا، بيأخذون جزء من هذه القصائد. وليش أنا قلت سنام هذه المهزلة هي أمال؟ هم يقولون بيوفرون 4200 وحدة سكنية زين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة ومن بينها الشقق. خلال أخذ أقول لك بس بينها بلاوي يعني 1500 شقة 1500 قسيمة فيلا. كم مساحة القسيمة؟ 250 متر. هذه أصلا لا تجوز. قوانين قانون 27 قانون 47 لا يمكن أن تكون القسيمة أقل من 40 متر. هذه ظاهرة أمام الناس أبو عبد العزيز آمال. أي. نعم. أي. 1500 قسيمة 200 متر مساحة الواحدة منها. لا 250. 250 نعم. أي. بعدين 200 بفروع أيضا 1200 شقة. كم مساحة الشقة؟ 220 متر. احنا في البيوت في البيوت الشعبية وبيوت مخفض التكاليف كنا ندفع الهيئة العامة للإسكان بأن تجعل البيوت مخفض التكاليف البيوت الشعبية بأن تجعل مساحة البناء 220. هني هم بشقة بشكل فيها أسرة كويتية مساحتها كاملة 220، كل الشقة 220 تقام على كم على كم قسيمة؟ على 120 قسيمة. كم مساحة القسيمة؟ 700 أو 672. يعني المبنى الواحد مبنى الواحد في 10 شقق زين في 10 شقق جايك اللي أشوى بعد الحين بعد شوي بس 672 متر في 10 شقق الشقة 220 علشان الأسرة الكويتية الطامة الكبرى اللي بيسكنون الكويتيين في علب سردين 80 قسيمة مساحة القسيمة 840 متر مبنية بنسبة 1000% 1000% هذه ما موجودة في تجاري ولا في استثماري 1000% 80 قسيمة مساحة القسيمة 840 تدري كم أسرة بيسكن فيها؟ 1500 أسرة. أنا حسبتها 60 قسيمة من هذه القسائم راح يكون في كل قسيمة 19 دوبلكس اللي يسمونهم 19 دوبلكس 19 أسرة
وعشرين قسيمة، في كل قسيمة 18 أسرة، وهذا عبارة عن سكن يعني دائم. أنا بأي واحد فيهم هذول اللي قدم هالاقتراح؟ إذا قال هو بيروح بيسكن بيترك بيته، طيب احنا في الأول في مختلف المناطق، الخالدية والضاحية والنزهة والشامية، كيف كل المناطق كانت القسائم على 1000، كلنا أخذنا على 1000، الألف لأسرة. وأحيانا الواحد لما يكون معه أبناء يعطونا فوق 1000 1000، وألف ثانية وألف ثالثة وألف رابعة. إحنا هني بالألف بالثمانية وأربعين بنسكن 19 أسرة. أنا إذا الوزير قاري هالحكي ويقول هذا لجهود شباب، أنا أقول هاي طامة كبرى، وإذا ما قرأ طامة كبرى أكثر. طيب خلص من هذا. أنت ليه الحين تتكلم عن آمال؟ إيه كله عن آمال، هذا كلام كله في آمال. جميل. اللي هو سنام المهزلة. طيب كم تكلفة هذه الشغل؟ يعني تكلفة المشروع كله، تكلفة المشروع كله وفقا لبياناتهم، بيانات الحكومة نفسها، بيانات بنك التسليف والادخار، بنك التسليف، التكلفة اللي بيتحملها المواطنين، ها اللي بيتحملها المواطنين غير اللي بيتحملونهم إذا في شيء، 749,605,229 دينار. 750 مليون، لا انا اعطيك اياها بالضبط كما كتبوها. هذه انا طبيهم مو حاطين شلون بيتحمل صاحب الفيلا وصاحب الشقه وصاحب الدكلس من التكلفه. فانا حسبت حسبتين، اخذت المبلغ الاجمالي قسمته 4200، يعني تبقى متساويين. تدري كم تطلع الوحده اذا قلنا إذا كلهم متساويين؟ إذا كلهم متساويين. إي. الوحدة 178 ألف دينار وشهر. حق 200 متر و 220 متر شقة، أو 350 أو 525 بكمبريان، لكن 250 كبلة. لكن قد يجيك واحد يقول لك لا هذا كلام ما في عدالة، يمكن ما يصير هالشكل. خط طريقة تعطي ما في بيان حاطينه. أنا فرضت افتراضات. فرحت جمعت مجموع اللي يمكن تحطونها عندكم، مجموع المباني اللي هم داخلينها في جدولهم في الفيلل وفي الشقق وفي الدوبلكس وفي الدوبلكس، وقسمتها على، وحطيت المبلغ الإجمالي قسمت عليه، قسمت على، طلعت كلفة المتر 354. قلنا بنكون عادلين، بنحمل كل واحد بحجم اللي عنده. جيت حمل الشقق ل 220، ايش كثر ياخذ؟ طلعت الشقه وفقا لهذه المعيار، الشقه طلعت ب 138 الف دينار 966 138 الف 966. بنك التشغيل ايش بيسوي؟ كلامهم هذا اللي حنشرته، بياخذون التسديد. شلون بيصير؟ بياخذون كل القروض الإسكانية المستحقة لهؤلاء اللي عند بنك التسليف، يعني ياخذها بدل ما يعطيهم اياه يحولها لحساب الشركة اللي مسوينها، والفاء الباقي يحملهم. لازم يدفعونه حق الشركة، لازم يدفعونه، يعني ما يقصون عليهم بعد، لا يروح يستلف ويدفع. الشقة في وفقا لهالحسابات تطلع ب 138 ألف 866. لحظة، عفوا ابو عبد العزيز، يعني 70 ألف، خلينا ناخذ الرقم، ياخذ بنك التسليف منك، انا كمستفيد بدل ما يعطيه 70 ياخذه مني، طيب الباقي 68 انا ترى وفقا اللي انت حطيت افتراضات. لا 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 لا، مو في اشياء مو افتراضات، الارقام عدد اخذ الغرض، لا مو افتراض، هذا حاطينه رقم زين. 70 ألف خذوه، لكن الرقم اللي حاطينه على ال 4200 يتجاوز 70 ألف، يوصل 91 ألف. زين، الرقم ما يتجاوز 70 ألف. ابو عبد العزيز، كيف يتم السداد؟ هم يبون هذول يسددونه، الناس المواطنين المستفيدين لازم يسددونه فوق 70، فوق 70 لازم يسددونه. الديوبلكس يصير 183 ألف، الشقه او الفيلا 250 متر
تطلع ب 204,900 هذه وفقا للحسبه الثانيه. قد تكون في حسبه ثالثه حسبه رابعه. فلذلك انا قلت هذه انت فقط خذ جانب واحد، اترك الان التكاليف جانب واحد. شلون بتسكن في 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 80 قسيمه مساحه القسيمه 840 مساحتها كلها 67,000، شلون بتسكن في 80 قسيمه 1500 متر؟ اقول لي شلون؟ نفس علب السردين اللي شفناه في في السلفادور في بعض امريكا الوسطى ما ادري فيه. شلون راح تكون السيارات وين؟ لا خلنا نقول بيسووا مواقف سيارات الكثافه السكانيه. لا بيسوي مواقف سيارات، لا انا اتكلم انت بتعطي هذا الانسان بيت يسكنه. انا اقول لك حتى برا قبل لا تدش البيت انت بتخلي شنو البيت؟ شنو البيت؟ عباره عن قبر دنيا فعلا. هذا القبر افترض على الاقل في شيء من السعه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امر بذلك ان البيت مسكنه مواس. لا احنا في 80 شقه، في 80 فيلا، او في فيلا واحده، او خلينا نقول في 80 قسيمه، في قسيمه واحده مساحتها 840 سكنوا 18 او 19 18 19 20 يطلع فيهم 18 و60 يطلع في الفيلا الواحده 19 اسره. هذا مقترح بنك التسليف ابو عبد العزيز. لا هذا يفترض ان اول ما له حق ويجب ان يرفض ويجب ان يوقف، والا على الناس انها تطلع. هذا الكلام نوجه ايضا لشباب حمله ناطر بيت. المهزله الارقام اللي قاعد تذكر امامكم هذا مستقبلكم. على كل ارقام راح انزلها راح انزل كلامهم. هذا الارقام اذا ما هي مفهومه انا عندي الان بخليها جاهزه اقوم ما اخلص من الحلقه حتى في الاستراحه. راح انزل الجدول اللي قالوا فيه اللي فيه بيان القسايم وعددها وكثافه القسيمه كذا البناء على القسيمه. طلعناه هذا. إيه. لا انا بنشرح حتى كل واحد يكون مستند عنده. وبنشر الكلام اللي قالوه عن التكلفه اللي تحملها المواطن 749 مليون و605,000 و229 دينار بتحملها المواطن. انت ايش مسوين؟ تثمين اللي دفعتها الحكومه حق القسايم بيحملوها الناس. اها الحكومه كانت تثمن حق الناس وتعطيهم قسايم. الحين العكس. بيعكسون هذا الجماعه. لو 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 مشينا بهذا الاسلوب ويقولون ان هذه قضيه كان اعتقد في شغله واحده في الكويت. في مزرعه واحده في الكويت. مساحتها 23 مليون. اذا مشوا مثل هذه واذا شالوا من المزرعه هذه اذا صارت يعني بيحاولونها شالوا منها 65% الخدمات والمرافق بقى 35%. 35% وفقا لل 400 متر تكفي ل 20,000 وحده و125 وفقا ل مع خدمات ابو عبد العزيز. كل شيء كذا 65 للخدمات 65% اي 35% تكفي لكم قسيمه؟ تكفي من 400 متر 400 متر تكفي ل 20,125 زين و125 قسيمه وفقا لحساباتهم هذه تكفي يمكن 180,000 تسكن سبع اجيال. لا شنو؟ سكن الناس بعثريه. اي هم يبون يعني حلينا الازمه نسكن الاجيال القادمه. حاطين ناس بقراقير يعني. اي ويبون الناس تقبل بهالحكي هذا. هم يبون يطلعون بكلمه حلينا الازمه الاسكانيه وحددنا كذا وحده بس تعال دش بالتفاصيل الوحدات. ما حلوا وبالتالي كل القاء القوانين قضيه الاسكانيه هذا الكلام قلناه من زمان. اذا طبقوا القانون 27 اخذوا فيه مو جميع اخذوا اي قانون فقط. صح راضي والله يقدرون يوفرون 300,000 وحده سكنيه في خلال اربع سنوات استصلاح فقط. ما يبون ولا يقدرون يواجهون الجمهور. لا ما يبون لسبب اللي عندهم الاراضي ما يبون، اللي بيستولون على اراضي الدوله ما يبون، اللي مثل ما قال وزيرنا بمناقصات يبون مناقصات ما يبون، واللي فوق هذا وذاك اللي الان ايضا دخلوا على مدخل جديد لقوا عدم تنفيذ الخطه الاسكانيه فتحت لهم افاق اللي هو ايضا البلديه مسؤوله عن هذه المهزله. الان تحولت المناطق السكنيه الى مناطق استثماريه بشكل غير عادي. اي منطقه الان ضاحيه الشاميه الخالديه روح شوف اللي يملي فيها. عندنا ايضا بالمنقف كل المناطق تحولت البيوت الى بنايات استثماريه وبنايات مو تقول يعني والله يتلاعبون. لا الان تعال شوف في مجموعه من القسائم تلقاها في بعض المناطق
وانا اكلمك عن خالدي على وجه التحدي. ها قالت تنبني القسيمة رسمي رسمي 12 شقة. في عندنا قسيمة جبالنا بالضبط 14 شقة لان ماخذ نص سرداب. هذول يمكن يتبحبحون شوية بيخلون السرداب في موقع سيارات. هذه مهزلة في قانون يمنع السكن. تبون يبنون؟ لان والان طبيعي بكل اسف يعني صار العديد من الشباب صاروا ساكنين ما قدروا يسوون شيء. لكن اذا يبون بالفعل الاراضي تنزل خلي يحددون. يقول طيب تبنون؟ انتم تبني حق الناس بتفك فرجة الناس اسعار او خلينا نقول ايجارات ما تتعدى رقم معين ما تتعدى 300 دينار كانت 300 دينار قبل ثلاث اربع سنوات. الان الوضع مزري. وبالتالي في جزئيه ايضا ابو عبد العزيز ال 220 متر هذه هل يعطونها 70,000؟ يعني حتى فرضا لو وافق الواحد انه محدود وبيدش فيها علبه السردين هذه هل بيعطون 70؟ بيحسبونها له ب 70؟ مو ب 70 انا قلت لك يعني ادري يدفع زياده بس اقول لك هل يخصص له قرضه من الاسكان من البنك التسليف 70؟ ما ادري انا اقول لك ما قدرت اعرف شلون احسبه اللي بياخذونه نيابه عن المواطنين 384,000 هي اكبر كارثه. انا لما حسبت الناس متساويين في القروض ال 4200 يطلع القرض الموحد لهم كلهم اكثر من 90,000 و90,000 يمكن حاسبين الناس هم 100 وناس اقل ما ادري. بس ايا كانت هذا الوضع هو سنام الفضيحه هو سنام المهزله. هو من ينظر السلسلة. من ينظر الى الناس انه شنو بتحطك 19 عائله في 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 قرقور؟ وشنو؟ مو مؤقت والله ترى يا جماعه لو جايين قال لي والله يا جماعه احنا نتيجه الازمه بنبني بيوت بشقق وايد وبنخلي كل واحد الان يطلع للبيت نسكنه بشقه هنا بايجار معقول؟ والله كثر خيرك فليس مشكله. لا بيعطوني اياه بيت العمر شقه 220 بيت العمر صار عندك خمسه ست عيال وانت قرضك راح وتدفع كثر قرضك ايضا تروح تتسلف وتجيبه عشان 220 متر او عشان 350 منه الى شباب حمله ناطر بيت هل ستصمتون على الامر يعني هذا عبد العزيز امر مأساوي. بنك التسليف له تجارب سابقه يعني هذه سلسله هذه حلقه من سلسله طويله سابقه اللي كان له استثمار سكني في غرناطه في المغناطيس الزراعي وكلها فشلت ها يعني بنك التسليف في 20 قسيمه في كل منطقه وفشل فيها فالان اذا تصدى لاي مشروع بنك التسليف محكوم عليها بالفشل بحسب لا شو خليني اقول لك المشكله الان عند ابو عبد العزيز شنو؟ ان وزير الاسكان عايش في لابس طاقيه الاخفاء الشباب مو قادرين يوصلون له قالوا كانت في فكره انه بينادونه الاسبوع اللي وراه ينادونك كرئيس لجنه اللجنه الاسكانيه لفتره محدده ما رضى لا خليني اقول لك انا شغله هل السؤال الان هل يملك وزير الاسكان القرار؟ لا ورئيس الوزراء هل يملك القرار؟ لا رئيس الوزراء ولا وزير الاسكان. انا خليني اقول لك شيء. انا اعتقد القضيه احنا يمكن مو قادرين نركز وايد على كلام رئيس الوزراء وهو مهم جدا. رئيس الوزراء قال كلام صحيح لما قال عن اغلبيه القيادات الاداريه جت بالواسطه ما جت بالكفاءه. وهو مو قاعد يقول فقط ان هذا مو لا هو كان يتكلم عن تاخير خط التنميه. هذول هم يدير البلد بس يدير البلد لمن؟ ايضا لمصلحة اطراف تحترق قضية الزور اللي صارت هذه اللي في اي بلد ثاني وفي الكويت في ظل اوضاع عادية سليمة تطبق في القانون كان كلهم هذول محاكم لان مخالفة للقانون صريحة. مؤسسة الرعاية السكنية قبل لا ما يطالبون الان بالغاء القانون القانون لا يزال قائم ولم يعدل اجراءات المدن السكنية لم تعدل وسبق انا اشرت التغريده في هذه في تغريده سابقه في الخطه في مسوده الخطه السنويه يمكن قاعد يدورون تكلمت عنها وايد ايش كانوا كاتبين؟ كانوا كاتبين اجراءات طرح المدن السكنيه وفق الاجراءات اللي عملتها جهاز المبادرات خلاف القانون ما بيشرون في القانون يعني هذول يقول لهم سووا كذي احنا نحميكم وبالفعل قاعد يحمون فلذلك انا مره ثانيه البوكس اللي قلته من ساعه سياتي لهؤلاء كلهم ولا يجوز الا ان ياتي لهم والله لا تباعد تصرف من الشباب الغاضب يعني خل اكلمك خل اقول لك انا قبل لا نطلع الفاصل اذا تبي تكمل الجزئيه هذه ابو عبد العزيز لا بس ملاحظه سريعه لان هذا كله تكلم احنا عن حجم الفساد ترى لا يزال في قضايا وايد في هذا الجانب
بس خل اقول لك عن شغله واحده هي بالفعل تزعج. شلون البلد قاعده تفكك؟ شلون البلد قاعده تصفى؟ شلون الفساد؟ انا جاني احد الاخوان اللي اثق فيهم تماما يعني، وقال لي انه كان حاضر في الديوانيه قبل اسبوعين وفي الخالديه، ويقسم هو مع مجموعه من اللي قاعدين الديوانيه في 14 15 واحد، يقول احد الموجودين، والعلم هذا احد الموجودين يعني مو الناس اللي كانوا يتكلموا عن مصالح، لا يتكلم عن مصلحته، يقول احد الموجود يقول انا مع مجموعه من الاخوان عندنا شركات عايزنا ما قدرنا نشتغل عراقيل وكذا، فيقول رحنا حق احد المسؤولين نروح نشرح له شلون الامور قاعده تواجهنا، يعني بيروقراطيه ورشاوي يعني كل المساوئ اللي قال. انا ما اعرف اللي يتكلمه لانه ينقل لي من واحد هذا حاضر، واللي حاضرين ايضا كلهم يعني رجال فاضل كما يقول اللي حاضرنا. يقول في الاخير لما خلصنا من حديثنا مع المسؤول قلنا له كل اللي حاصل، يقول تدرون هاي، يقول هو يسولف على الديوانيه تدرون ايش رد علينا؟ سالوه ايش رد؟ زين يقول رد بالكلام وبالاشاره بالحركه، يقول دفعوا. طيب لما واحد مثل هذا، وهذا العلم يعني مثل ما اقول لك ما راح عشان والله يدافع عن قضايا، لا عن قضايا من حقه يعني واحد دور مصلحته شغله. طيب انا لما اشوف قضيه مثل هذه من اخاطب؟ انا ما اسمع قضيه من هذه مثل اخاطب؟ خطب رئيس، اقول حق رئيس الوزراء؟ لا، انا الحقيقه في هذه الجزئيه هذه بالذات القصه اللي سمعتها لا يمكن الا ان اوجه رجائي وطلبي وسؤالي لسمو الامير. ما يجوز هذا يستمر، ما يجوز الامر يصل الى هذا الحد. هذا انسان يقول اروح حق مسؤول يقول لي هالشكل دفعوا اشتري الشكل. لابد ان اعتقد سمو الامير اتخذ اجراء، لابد ان يقضى على الفساد ولا الكويت رايحه. الامر الثاني تصفيه الكويت، انتظر بعد ايام ايش راح يصير. باي خصوص؟ نعم، اي مجال؟ الحين اقول لك، انا اقول لك اي مجال عشان بطلع فاصل بس اعطي العنوان بشكل سريع لمحه. احنا بكل اسف زين كلنا الدوله تملك فيها الاكبر النصيب الاكبر، ومع ذلك سلموها للقطاع الخاص او لاطراف معينه. الان انتظر في الايام الجايه وارجو ان كل الكلام مو صحيح. الكويت الدوله هي اكبر مساهم واكبر مالك في بيت التمويل، وبيت التمويل هو اول بنك اسلامي يصير حتى على بهالمستوى. الان في توجه لتسليمه ايضا لمجموعه من التحالفات، وانتظر ايضا في كلام تبيع حصتها الدوله. لا ما راح يعني معول، وبايع حصتها بشكل رسمي بالمزاد العلني، طبيعي راح افترض يكون في اعتراف عليهم، لكن اسلكوا هذا الطريق والله هذا بعد باعوا حصته، والمزاد العلني، المزاد العلني اللي بسوق الكويت اوراق الماليه، والمزاد العلني كانوا يسوونه غرف مغلقه يسكرون والله تزاوج اثنين. لا، لو سووا هالشكل على الرغم من اعتراضنا عليه نقول والله هذه بعد الناس تنافست، واللي شرى السهم صار حقه شرب اعلى. لا لا، الدوله ستحتفظ بنسبتها العاليه، ونسبه عاليه جدا عند الدوله قد تصل 50 و60%، لكن بيسلمون بوهاب بياخذون الحياد وبيخلون اطراف ثانيه تستلم. هذه جزء من التصفيه. الامر الثاني تستلم الاداره تقصد؟ اي عشان يطلعون من الاداره. تستلم الاداره يعني شنو؟ هذه اموال الكويت، هذه اموال الدوله، شلون تسلمها؟ باي حق؟ الامر الاخر انت اذا انت ما انت قادر تقول ماني قادر. اعتقد عشان اقول لكم فشلت في كل شيء. اذا ما انت قادر تدير بيت التمويل اللي صار له الان اكثر من 30 او 40 سنه، اذا شلون بتديرون استثماراتنا برا؟ بتسلمون استثمارات الكويت برا. الامر الثاني انتظر ايضا، ما عندي معلومه مؤكده بس ايضا في حديث ان مؤسسه الكويت التقدم العلمي ايضا قاعدين يشتغلون عليها، ونفس الاطراف ترى. يعني كل جهه رابحه، كل مجال يحتاجه الناس يحاولون يلفون يحاولون ياكلونه. القرار بيد الشباب. بالنسبه لموضوع والله كوابيس الليله، بالنسبه لموضوع الشباب اللي حملت ناطر بيت، الموضوع كبير جدا. سندخل بعد قليل، سأتحدث مع ضيفي بعد الفاصل ان شاء الله عن الكويتيه وعن البي او تي، عن الخصخصه بشكل عام، بعدين بروح الى موضوع الحراك. بعد الفاصل اعود اليكم.